السلام عليكم، معك بو سرحان ابراهيم سائق حافله تندير الخط ديال الدار البيضاء مراكش. كما كتعرفوا ان المحطه الطرقيه في الدار البيضاء مسدوده بسبب هذا الوباء اللي كاين، ولحد الان الفواياجور راه تيجيبهم غير الوسطاء وكنعمروا هنا في الزناقي وفي الدروبه كله فين كيعمر، وراه المتضرر الاول هو الناس ديال الحافلات وتا الفواياجور. حتى الفواياجور راه مكرسي، راه ما كيلقى الكار حتى كيتكرفص، يديوه من هنا لهنا لهذا الدرب هذا الدرب. الناس الله يكون في العوان، كاين اللي موالف غير المحطه، كاين اللي موالف كيجي كيركب من المحطه. دابا ولات هادشي ديال العشوائيه، وانتم كتشوفوا الحاله اللي وصل لها القطاع. يعني راه الناس خصها دير حل المحطه ولا تزيان. راه اكبر محطه في المغرب هتشوف المشكل ديالها، كاع المحطات في المغرب خدامين. خص الناس تعرف، خص الناس المسؤولين يخرجوا بشي حاجه يعرفوا علاش هذه المحطه مسدوده. الثمن كانت 40 درهم 50 درهم 60 درهم، دابا ولات 120 درهم. يعني راه المواطن هو اللي مضر، المواطن راه مضر، الله يكون في العوان. يعني زادت النص الناس دابا، الناس دابا كتكرفص، الناس كانت كتمشي بواحد الثمن، دابا ولات كتمشي بواحد الثمن خيالي، والله يكون في العوان. الانسان اللي عنده سته ديال الوليدات ولا خمسه ديال الوليدات، خمسه ديال الناس، شحال باش غيوصل هذا السيد؟ السلام عليكم خوتي، انا فياجور جيت مقطع الكار نمشي للمكناس، عادي جيت قطعت الوريقه، دابا كنتسنى في مول الطوموبيل اللي جايه ياخذنا للكار ونمشيو ان شاء الله. المحطه راه ساده ولكن كتقطع من برا منا، وكنتسناو دابا في مول الطاكسي اللي جايه ياخذنا للكار باش نشدو الطريق ان شاء الله. اغلبيه 80% ديال الناس ما عندها ما تاكل، دابا تسدات المحطه من وصلنا للدرجه ديال 27 وكيكون الاكتظاظ ديال بنادم، كنديروا باريرات وصلنا للمحطه شو قفوله انت كتشوف، فهمت؟ فيما درتي المحطه كامله مسدوده، راه كاينين عائلات كيعيشوا هنا كيعيدوا ولادهم، كاينين الناس كيعيشوا من هذا المحط. كنبغيو نوصلوا للمسؤولين يديروا شي تاون ديال هذه المحطه، يحلوا داك الشيء، نديروا داك الشيء منظم، يديروا داك الشيء كنظام، نظموا الناس. حنا عندنا التعقيم، كاين الاوراق ديال التنقل، الكار دابا راه حنا كنعقموا الكيران، شكون اللي خدام في هذا الشيء؟ خدامين دابا النقل السري والطاكسيات هما اللي خدامين الخطافه. بسم الله الرحمن الرحيم. واخويا شنقول لك، والله العظيم الا كنتحسروا ما عرفنا واش نتحسروا على ريوسنا كوسطاء هنايا، ولا على المحطه، ولا على النقاله، ولا على المآل ديال الوضعيه ديال المسافرين اللي ما كيلقاوش فاش يمشيو وفاش يجيو. سمعتيني، كل شيء هادو كيعانيو ازمه، ولكن الحل ما كاينش اكوز دو كورونا. سمعتيني، وكنتمناو من الله يرفع علينا هذا الوباء باش تعاود ترجع الوضعيه، اما راه الحاله راه يرثى لها. وكل الاشخاص اللي كيتعلقوا بهذا النقل من المسافر حتى النقال، راه نطلبهم الله يرفع علينا هذا الوباء. السلام عليكم.